الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم الذي تعتمد عليه البرمجة الإلهية هو اسم الشخص واسم والده أم اسم العائلة؟ ستفهمون كنه هذا السؤال. إذا سبب هذه الدراسة هو هذه الرسالة التي توصلت بها اليوم بتاريخ 5/9، هذه ليست 5/6، 5/9/2021. ها هي الرسالة، عنونها صاحبها بماجد عبد الله، لهذا وضعت ماجد عبد الله هنا، أخي الفاضل جزاه الله عنا كل خير، ماجد عبد الله. المرسل هو موفق نواتي، لا أدري هل هذا اسمه أم لا. قال، يقول موفق نواتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، لقد شاهدت حلقة الأخ ماجد عبد الله والتي عرض فيها فيديو على ما أعتقد أنه مرسل له من طرفك، والتي تتحدث فيه عن عمر الأخ ماجد عبد الله، عمر الموت. ولو تكرمت، عندي بعض الأسئلة التي أرجو أن يتسع صدرك للإجابة عليها. السؤال الأول: الاسم الذي تعتمد عليه هل هو اسم الشخص واسم والده أم اسم الشخص واسم العائلة؟ الجواب: كل ما لديه علاقة بالشخص، لقب، اسمه، اسم قطه، اسم أحد أصدقائه. وستفهم، هذه تسمى البرمجة الإلهية، لا نهائية لا محدودة، وستفهم إن شاء الله. لأنني لا أعرف بالنسبة للأخ ماجد هل عبد الله اسم والده أم اسم العائلة. أظن والله أعلم هذا اسم والده، مصري اسم والده في العادة في الأغلب. ثانيا: هل لك أن تعرف سنة وفاة بعض الأسماء التي أرسلتها لك؟ نعم، أنا لا أعرف شيئا، أنا لا أعرف شيئا، ولكن البرمجة الإلهية وضع الله سبحانه وتعالى، أودع الله سبحانه وتعالى فيها، وحدد الله سبحانه وتعالى فيها، وبرمج الله سبحانه وتعالى عمر المخلوقات كلهم بدون استثناء، من آدم، لا نتحدث عن الناس، المخلوقات البشر، من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا اعتقادي أنا، هذا ما أعتقده. لو طلبت مني عمر آدم لحددته البرمجة الإلهية، آدم أبو البشر لحددته بالضبط والكمال والتمام البرمجة الإلهية. ولكن يا حبيبي، منذ أن تحدث ماجد عبد الله عني وصلتني أكثر من مئة طلب، وأنا وحدي، ويشهد الله أن منذ أكثر من 4 سنوات حاولت وطلبت من بعضهم أن يساعدوني، ومن أغلب الناس، وأنا إنسان معروف لله الحمد والمنة، لا أحد يريد أن يساعد، لا أحد يريد أن يعين أبدا، سبحان الله، فأنا وحدي يا حبيبي. فلو أنك أرسلت لي أناسا، وأنا عندي مئات أو آلاف الدراسات، أنا في حاسوبي عندي عشرات الآلاف من الدراسات بالعربية وبالفرنسية، وليس عن الموت، الموت وحده هذه معلومة بسيطة جدا جدا في بحار البرمجة الإلهية. أنا أثبتت أن الأعداد الأولية خلقها الله سبحانه وتعالى انطلاقا من هذه الأعداد. مثلا وجدت أمور كثيرة في الأعداد الأولية يمكن أن تدرس فيها دكتوراهات، يعني دكتوراهات كثيرة مش دكتوراة واحدة. توصلت أن مثلا العدد الذهبي مبرمج نفس البرمجة، القرآن لا نهائي مبرمج نفس البرمجة، الثوابت الكونية مبرمجة نفس البرمجة، الدوال الرياضية مبرمجة نفس البرمجة، وكل شيء على وجه الأرض وتحت الأرض وفي السماء وفي كل العلوم وفي القدر وفي القرآن وفي كل شيء مبرمج نفس البرمجة التي تعتمد على الأعداد الأولية والأعداد المبينية. إذن لو أرسلت، نعم سأعرف، ولكن الآن أصدرت عندك تقريبا، عندك مئات الساعات، أصدرت إصدارات كثيرة الحمد لله، يمكنك أن تطلع عليها إن شاء الله. وأنا لما أصدر دراسة بالفرنسية لا بد أن أطبق على العربية،
وأرى هل نفس العدد يفرض نفسه أم لا. هو عدد يفرض نفسه. هل هو موت ماجد عبد الله؟ سأعطيك مثالا. اهتممت بهذا الرجل، ما كنت أظن أنني سأطبق عليه المبين. اهتممت به يوم 3 في شهر 6 الماضي. ما أثار انتباهي فيه هو أنه قال بعد أن أصيب بمرض السرطان، قال أنا لا أفترض فرضية وجود الله. طبقت عليه المبين لأثبت كالعادة أن العدد 114 والعدد 23 العددان المبينيان يحيطان به من جميع الجهات. هذا هو الهدف، لم يكن الهدف هو الموت. لما وصلت سبحان الله إلى كلامه، إلى الجملة أنا لا أفترض وجود الله، ظهر العدد 76، فقلت الله أكبر. كنت أعلم أن عمره 76 سنة، فعلمت مباشرة أنه سيموت وعمره 76 سنة. فانتهيت من الدراسة الأولى وطبقت دراسة عن موته، فظهر العدد 76 في اسمه وتاريخ ميلاده. بعد ذلك فرض العدد 26 نفسه، وفرض العدد 6 نفسه، وفرض العدد 2021 نفسه. وبمجرد أن طبقت المبين على لا أفترض فرضية وجود الله، ظهر العدد 147. 147 ناقص 114 يساوي 33. توفي 33 يوما بالضبط بعد دراستي له، وتوفي وعمره 76 سنة، وتوفي يوم 26 في ذي القعدة في الشهر الهجري، وتوفي في يوم 6، يوم 6 هذا 6 جوان، هذا 6، وتوفي يوم 6 2021. كان يمكن أن يموت بعد شهر 9، يكون قد وصل 77 سنة ويدمر الدراسة. هو كان يمكنه أن يعيش شهرا ونصف ويصل إلى سن 77 سنة ويدمر الدراسة، ولكنه مات قبل ذلك. مات وعمره 76 سنة يوم 26 في الشهر الهجري، 6 في الشهر الميلادي سبحان الله، ومات 33 يوما بعد أن درسته سبحان الله. إذن سترى العجب العجاب. ماجد، أنت تسألني عن أبيه، أنا سأظهر لك مباشرة أن العمر الذي فرض نفسه في دراسة ماجد عبد الله تذكرها. اذهب إلى دراسة ماجد عبد الله وسترى أنها زينت إلى ما لا نهاية، وأحيطت إلى ما لا نهاية بالعدد 68. الآن سنطبق على ماجد، لا أبوه ولا أهله ولا عائلته ولا شيء. ماجد في لغة الأعداد الأولية بدون الرتب، في اللغة الأعداد الأولية مع الرتب أضع ماجد. فهمت الآن القصة، أطبق المبين، هذا هو العدد الأولي الوحيد. انظر إلى الجمال، انظر إلى الجمال. هنا زائد، هذه كلها زائد، زائد زائد ليس ناقص، زائد، خطأ مطبعي. فهمت القصة؟ فهمت أم لم تفهم؟ رأيت العجب العجاب؟ الآن لو سألتني هل كل الناس الذين اسمهم ماجد سيموتون وعمرهم 68 سنة؟ لا، بالطبع لا يا حبيبي. هذا قلت لك، علم الله في سابق علمه أنني أنا مكتشف البرمجة الإلهية سأهتم في يوم من الأيام بماجد عبد الله، لأنه اهتم بما يا صبحي. فجاء رجل يسألني عن القصة فأردت أن أبرهن له أن حتى ماجد فكرت فيها مباشرة، لم أكن أعلم، وضعت ماجد لأرى، وكنت واثقا ولله الحمد والمنة أن ماجد مبرمج. لماذا؟ أن الله برمج كل هذا قبل خلقي وخلقك وقبل خلق السماوات والأرض. انظر، لا ننظر العجب العجاب. 51 ناقص 4 ناقص 7 ناقص الرتبة، الآن الرتبة ستتدخل، ناقص 6 يساوي هذا العدد المبيني. هذا العدد لو ظهر، قل هناك شيء سيحدث. هذا العدد المبيني يبحث عن العدد 38 ليوصلنا إلى العدد 68. أنت متفق معي؟ الآن انظر، عبد الله في لغة الأعداد الأولية بدون ومع الرتب، عبد الله بدون، عبد الله مع، أطبق المبين، باقي القسمة، باقي القسمة، باقي القسمة، باقي القسمة. هذا العدد أمره الله أن يكون أولياً كما حدث بالضبط هنا. هذا العدد
أمره الله أن يكون أوليا كما حدث سابقا. تذكر هنا العدد الأولي الوحيد، لا ننظر إلى الجمال. 16 زائد 12 زائد 10 يساوي 38. تذكر ما يبحث عنه العدد 30 ليوصلك إلى العدد 68. قل الله أكبر. الآن 16 زائد 12 زائد 10 أعطانا ما يبحث عنه العدد المبيني. الآن 16 زائد 12 ناقص 10 يساوي 18. 18 سينظر هنا إلى الرتبة التي لم تعمل إلى الآن. 18 زائد 4 يساوي 22. 68 ناقص 22 يساوي 46. 114 ناقص 46 يساوي 68. قل الله أكبر. لماذا عزل الله سبحانه وتعالى هذا العدد ليوصلنا إلى العدد 38 بدون تفكير؟ لم أفكر، لما رأيت العدد الأولي فهمت القصة. 7 زائد 4 يساوي 11. أولي رتبته 5، و5 أولي رتبته 3، و3 أولي رتبته 2، و2 أولي رتبته 1، المجموع 22. إذن 68 مرة أخرى ناقص 22 يساوي 46. 114 ناقص 46 يساوي 68. قل الله أكبر. الآن أين هو التوقيع الرباني؟ ظهر العدد 46 مرتين. 46 زائد 22 زائد 46، تجد نفسك مباشرة مع المبرمج. الله، هذا لفظ الجلالة. الله، أخونا الفاضل موفق. الآن أراد الله سبحانه وتعالى في سابق علمه أن يسأل موفق ويعنون رسالته بماجد عبد الله الوحيد الذي أجابني منذ سنة لما اتصلت به لأخبره عن المبين. أجابني بلا باقة وبطيبوبة، ولكنه والله أعلم لم يهتم كثيرا. الأغلبية من المؤثرين، مما يسمى المؤثرين المعروفين أكثر منه الذين يتبعهم الملايين، اتصلت بهم واحدا واحدا أغلبهم فلم يعيروني أدنى اهتمام، أدنى اهتمام. ومنهم من إن اتصلت به للإشهار، أي أعطيته مالا، يجيب سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت القصة؟ هذا الرجل الآن، ها هو ما كتبه الله سبحانه وتعالى، أنت الآن تسأل عنه لتؤكد العدد 68. انظر، موفق، ما علاقتك أنت بمجد عبد الله؟ موفق، موفق، يمكن أن يكون هذا اسمك، يمكن أن يكون اسم صديقك، يمكن أن يكون اسم أبيك. انظر إلى موفق كيف برمجه الله سبحانه وتعالى. أطبق المبين، بواقي القسمة. 12 زائد 105 يساوي 117. 87 زائد 16 يساوي 103. أولي رتبته 27. 103 ناقص 27 يساوي 76. الآن طبقت المبين، باقي القسمة، باقي القسمة. أولي رتبته 1، أولي رتبته 2، و2 رتبته 1. انظر إلى الجمال، 2 زائد 1 زائد 3 زائد 2 يساوي 8. سترى ما سيفعله الواحد. 76 ناقص 8 يساوي 68. قل الله أكبر. 76 زائد 8 يساوي 84. أتذكر العدد المبيني الذي أوصلنا إلى العدد 68 منذ أقل من القليل؟ العدد 30 تذكره، ها هو. انظر إلى العلاقات، علاقات الأعداد سبحان الله، كله متصل، كله برمجه الله سبحانه وتعالى، اتصال لا نهائي. تذكر العدد 84 زائد 30، التوقيع الرباني. 84 ناقص 30 يساوي 54. 54 سينظر هنا، 54 زائد 8 يساوي 62. الآن الرتبتين اللتين تدخلتا، هذه وهذه، 1 زائد 2 يساوي 3، أولين رتبته 2، و2 أولين رتبته 1، 62 زائد 3 زائد 2 زائد 1 يساوي 68. عمر موت الإعلامي ماجد عبد الله. السؤال، وهذا الواحد، لماذا هذا الواحد؟ الآن ننظر إلى الجمال، 76 ناقص 1 يساوي 75، و 2 زائد 1 زائد 3 زائد 2 زائد 1 زائد 76. انظر، 85. 114 ناقص 85 يساوي 29. أولي رتبته 10. 75 زائد 29 زائد 10، التوقيع الرباني. وانظر إلى الجمال، 75 هنا تدخلت الرتبة، المجموع مع الرتبة. لأن 75 ناقص 29 يساوي 46. 114 ناقص 46، قل الله أكبر. وهذا 46 الذي ظهر الآن، 46 زائد الواحد العجيب هذا، 46 زائد 1 يساوي 47.
أولي رتبته 15 47 زائد 15 زائد 6 تذكره 3 زائد 2 زائد 1 ها هو 6 سأضع هنا 3 زائد 2 زائد 1 انظر الآن إلى الجمال انظر إلى الجمال قل الله أكبر قل الله أكبر إليك يا أخي الفاضل ما تشبه له الولدان ويبصر به العميان تذكر هذه الأعداد تذكرها هذه الأعداد تذكرها الآن هي التي أوصلتنا المجموع بدون الرتب المجموع بدون يعني هذا السطر الأساسي والمجموع مع كل شيء المجموع كله وطبق المبين باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة أولين رتبته 106 ناقص 13 ناقص 28 ناقص 3 يساوي 62 62 زائد 6 الذي لم يعمل يساوي 68 62 زائد 3 زائد 2 زائد 1 يساوي 68 قل الله أكبر أخونا الفاضل نواتي يمكن أن يكون اسمك نواتي أو لقبك أو اسم صديقك أو أي اسم ولكنه تدخل جاء في القدر قدريا جاء يسأل وعنون السؤال بماجد عبد الله انظر نواتي ها هو انظر نطبق المبين ترى تطبيق برمجة الإلهية أطبق المبين باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة أولي انظر 110 ناقص 17 يساوي 93 73 ناقص 2 يساوي 71 انظر 93 ناقص 71 يساوي 22 93 زائد 71 يساوي 114 أطبق المبين باقي القسمة أولي رتبته 50 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 يساوي 44 الآن 93 ناقص 71 ناقص 20 يساوي 2 22 زائد 44 زائد 2 يساوي 68 قل الله أكبر و 44 انظر ناقص 22 زائد هذه الرتبة التي لم تعمل إلى الآن يساوي 23 و 71 انظر 71 زائد 20 زائد 23 التوقيع الرباني و 71 زائد 20 ناقص 23 يساوي ما تدور حوله الدراسة السابقة وهذه الله أكبر تطبيق علم البرمجة الإلهية على ماجد وعبد الله وموفق ونواتي ها هو ماجد الذي أوصلنا إلى العدد 68 ها هو عبد الله الذي أوصلنا إلى العدد 68 ها هو موفق الذي أوصلنا إلى العدد 68 ها هو نواتي الذي أوصلنا إلى العدد 68 المجموع وطبق المبين باقي القسمة تذكر العدد 30 أولين رتبه انظر وتذكر العدد 38 38 سبحان الله الآن انظر إلى الجمال إلى معنى الجمال ماذا أفعل انظر إلى معنى الجمال 4 زائد 9 يساوي 23 أولين رتبته 9 هذا أولين رتبته 113 ناقص 30 يساوي 83 أولين رتبته 23 زائد 23 يساوي 46 هنا المجموع 22 114 ناقص 46 يساوي 68 46 زائد 22 يساوي 68 قل الله أكبر وتوقفت هنا لأنها لا تنتهي الآن انظر تطبيق علم البرمجة الإلهية على ماجد وعبد الله وموفق ونواتي وماجد عبد الله انظر ماجد عبد الله موفق نواتي ماجد عبد الله سيحدث بالضبط ما حدث هنا بالضبط التام انظر طبقت المبين العدد الأولي الوحيد هو هذا مباشرة يشير إلى العدد 68 مباشرة هذا هنا 21 ناقص 9 يساوي 12 93 ناقص 11 ناقص 5 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 يساوي 71 أولين رتبته 20 12 زائد 71 يساوي 83 أولين رتبته 23 و 23 أولين رتبته 9 هنا 71 زائد 20 يساوي 91 انظر 114 ناقص 91 يساوي 23 23 زائد 23 يساوي 46 114 ناقص 46 يساوي 68 الله أكبر الآن 91 مباشرة ناقص 23 يساوي 68 مرة أخرى الآن مجموع هذه الأعداد لا بد من التوقيع الرباني انظر مجموع الأعداد لا بد من التوقيع الرباني
206 وطبق المبين باقي القسمة باقي القسمة 92 زائد 22 يساوي 114 الله أكبر و92 ناقص 22 يساوي 70 أصغر من 114 أكبر من 23 أقسمه على 23 باقي القسمة 1 لأن ننظر إلى الجمال 92 ناقص 1 يساوي 91 و 22 زائد 1 يساوي 23 91 ناقص 23 ناقص 23 يساوي 68 قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.